تعتبر كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في جرش من الكنائس العريقة في المحافظة، والتي يعود بناؤها إلى القرن الماضي، حيث بني مذبح الكنيسة فوق أسوار البلدة الأثرية التاريخية. نورسات زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. تستمر عدسة نورسات في التجوال بين محافظات المملكة الأردنية الهاشمية لتطلعكم وتبرز لكم تاريخ الرعاية والكنائس المقدسة. فنتوقف اليوم في محافظة جرش، والتي تقع شمال غرب المملكة، حيث تتكون المحافظة من العديد من الأماكن الأثرية، خاصة في مدينة جرش الأثرية التي كانت واحدة من مدن دياكوبوليس، وهو اتحاد 10 مدن رومانية يعود للقرن الأول قبل الميلاد. تقع جرش في واد تجري فيه المياه يسمى نهر الذهب، وكانت آثارها وما تزال محجة الزائرين ومحط أنظار الراحلين والسياح والعلماء وطلاب المعرفة من جميع أنحاء العالم. بالقرب من الحضارة الرومانية العظيمة وعلى حدود أسوارها القديمة الأثرية، تقع كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس. هذا الدير الأرثوذكسي الذي شيد على عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة ودعم كامل من مثلث الرحمات غبطة البطريرك كيريوس ديوذوروس الأول عام 1993. عام 1990 تبرع بقطعة الأرض للبناء أحد أبناء الكنيسة السيد عيسى حداد، وبدأت أعمال البناء فيها عام 1991، حيث بنيت على شكل صليب لتكون أول دير أرثوذكسي في المحافظة. يبلغ طول الكنيسة ما يقارب 25 مترا بارتفاع 7 أمتار وعرض 10 أمتار. كنيسة صغيرة لكنها مميزة بأيقوناتها المرسومة على الجدران بمراحل عذبات القديس جوارجيوس شفيع الكنيسة. يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة حائط الأيقونوستاس المزين بأيقونات للسيد المسيح ولوالدة الإله وللتلاميذ. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. كان القديس جوارجيوس من القادة البارزين في الجيوش الرومانية، لهذا السبب سميت الكنيسة على اسمه إكراما وتذكارا له، حيث يرجح أنه مر من مناطق دياكوبولوس أي جرش. حدثنا كاهن الرعية قدس الأيكونوموس جيريس إسميرات عن تاريخ الكنيسة البهي ولحمتها مع أبناء المنطقة، وعن الاحتفالات والصلوات التي تقام بها فقط. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. كنيسة نورسات الفضائية على هاي الجهود الطيبة اللي هي بتعملها دائما لبيان وضعية الكنائس ووضعية تاريخ الكنائس ونشر تاريخ الكنائس
في كل مكان، إن كان في الأردن أو خارج الأردن من خلال الفضائية. استلمت أنا كنيسة جرش بالطبع بعد حفاوة أباء استلموها سابقا، لكن أنا كانت خدمتي في مدينة جرش منذ شهر 8 لعام 2016. كانت النظرة الأولى لبداية العمل هو كيفية التعامل وجذب الرعية إلى الكنيسة، وكان هذا شيء من خلال عمل اجتماعات روحية مستمرة لهم. وقمت بتأسيس شبيبة لأول مرة، شبيبة في مدينة جرش وأيضا مدارس أحد، ومن ثم انطلقنا إلى موضوع تشكيل لجنة سيدات في الكنيسة للخدمة، وأيضا لجنة إلى الكنيسة. كنيسة جرش خدمها أباء كثيرون، منهم الأب بطرس الربضي، موسى بطارسي، أيضا كان في رئيس يوناني في بداية السبعينات لنهاية الثمانين، كان في الأرشمندريت في هذاك الوقت حنا عطالله اللي هو الآن أصبح سيدنا بطران كريستوفوروس، كمان أيضا خدم هناك حاليا الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش في نفس الكنيسة. الكنيسة جرش الأولى الأثرية اللي هي كانت في عام 1910، لكن تم بناء حديث فوق الكنيسة القديمة لأنها كانت تنزل على درج شبه مغارة، يعني كانت تحت الأرض في بداية السبعينات للثمانين. هاي الكنيسة الحديثة من أجل تغطية وتقديم الخدمات الروحية والليتروجية إلى أبناء الرعية في مدينة جرش. جرش تعد من المدن العشرة، وهي المدن الأثرية القديمة واللي تفاوتت عليها العصور التاريخية كثيرا. كان هذا العبور الزمنية التاريخية كان لها الأثر الكبير في إبقاء الطابع التاريخي والأثري في مدينة جرش. الكنيسة الحديثة اللي بنيت على قطعة أرض قدمت من رحمة عيسى حداد بالطبع اللي هو يعقوب عيسى حداد، قدم هذه الأرض وهو مجاور أيضا سكنه إلى الكنيسة. كانت هذا الهدف منه زي ما حكينا اللي هو تنشئة وإبقاء الطابع الديني المسيحي. جرش كانت تعد أكثر من 500 عائلة مسيحية، لكن نتيجة الهجرة خارج الأردن وأيضا إلى خارج جرش إلى عمان بحثا عن الأعمال أصبحت عدد الرعية قليلة في جرش، ولكن نشكر ربنا أنه في خلال تواجدي أعدنا نشاط الرعية الأرثوذكسية في مدينة جرش، وأصبح في لها نشاط قوي جدا في خلال المجتمع المحلي، وأيضا الدعوات اللي بتتم والمناسبات اللي بتتم في المحافظة جرش أصبح في دعوات للمسيحيين بشكل رسمي. وكان هذا الشيء العمل من خلال العمل اللي قمت فيه في أول استلام إلى هناك، اللي هو من دعوة جميع الحكام الإداريين من عطوفة المحافظ لمدير الشرطة لكذا على إفطار سنوي رمضاني لبيان العيش الإسلامي المسيحي الموجود في الأردن، وهذا الطابع اللي بعطينا إحنا حافز إنه نحن جميعنا نسير تحت الراية الهاشمية. كنيسة القديس جورجوس زي ما حكيت لك هي المسمى إلها، وهذا يعود إلى القديس جورجوس اللي ولد في عام 1280 ميلادي، وهو قائد روباني، لكن هو الأصل والدته من مدينة اللد، والآن موجود قبره الحقيقي في مدينة اللد وحيث استشهد في عام 302 ما بعد الميلاد. اللي إحنا عم ننظر إله دائما هو العمل من أجل إبراز الكنيسة الأرثوذكسية، ومن أجل التطور الروحي، ومن أجل أن يكون في هناك نهضة روحية، لكن هذه النهضة لا تأتي بيد واحدة، إنما يجب أن تكون هناك جميع الأيدي متكاتفة وتعمل من أجل مصلحة واحدة وليس من أجل مصلحة فردية.
قدم إلي تبرع من بلدية جرش من خلال الدكتور علي قوقزي بثلاث مكيفات للكنيسة، وهذا بالطبع يعني بيبين لك مدى التواصل الكنيسة مع المجتمع المحلي. أيضا في هناك تواصل من أجل استمرارية الترميم في الكنيسة وعمل جرسية جديدة من خلال أيضا تبرع راح يكون إن شاء الله قريبا جدا في من ميزانية اللامركزية اللي راح لمحافظة جرش. هذا بالطبع التواصل، وأيضا تركيب كاميرات مراقبة وقرميد للكنيسة مع مظلات راح تكون إن شاء الله قريبة جدا. الكنيسة هي لم تدشن، يعني هي الكنيسة ما في لها تدشين، ما صار لها أي تدشين، لأنه الكنيسة تدشن يتم عليها رسامة الكهنة بعد ذلك. الأواني المقدسة هي مقدسة ومكرسة ومدشنة. الأيقونات الموجودة في الكنيسة اللي هي مسيرة العذاب لحياة القديس جيورجوس من مراحل وضع في الجير إلى سارية المياه إلى بالطبع إلى وضع الحجر على صدره إلى آخر شيء قطع الرأس والأمور هاي كلها. اللي عندنا الأيقونة ينبوع الحياة بالطبع اللي هي في الهيكل، اللي عندنا كمان الأيقونات اللي هي تبين مدى تقديم الرب يسوع المسيح نفسه عندما قال لتلاميذه خذوا كلوا هذا هو جسدي وخذوا اشربوا هذا هو دمي، اللي هي الأيقونة اللي جاي بشكل دائري داخل الهيكل. وعندنا أيقونة اللي هي اللي عند المذبح اللي هي أيقونة الختن، حتى أنه هاي الذبيحة هو الختن الذي قدم نفسه من أجل مغفرة خطايا الإنسان، وهو أخذ خطايانا وعلقها معه عندما صلب على الصليب. سور جرش الأثرية القديم يمتد أيضا من تحت الكنيسة القديمة اللي هي كانت اللي بنيت الكنيسة القديمة في 1910، بنيت فوق السور الأثري القديم لمدينة جرش لامتداده، واللي هي استمرت بعد ذلك اللي هي بناء الكنيسة الحديثة ما فوق الكنيسة القديمة. فلاحظ أنت المنازل الموجودة في غرب الكنيسة هي بناء قديم جدا أثري جدا، وبنحاول إحنا يعني لو في إمكانيات مادية بنحاول أن نقوم بشراء هذا المنزل أو هؤلاء يعني المنزلين الموجودات لتوسعة ساحة الكنيسة، لأنه ما في عندنا مساحة، إحنا جايين على شارع رئيسي، لتوسعة مساحة الكنيسة ويكون في هناك نشاطات أكثر في داخل الكنيسة. الجرش عميقة والخدمة فيها كثير حلوة بتجنن، لسبب أنه الناس هناك بسطاء متواضعين عندهم الرغبة للتنشئة الروحية واستمرارية الصلوات في الكنيسة، واللي شاهدوه في خلال خدمتي استمرارية الصلوات يعني ما شاهدوه سابقا صراحة. هذا يعني ما بحكوها دائما، أنه دائما أنه إحنا بوجودك لمسنا الصلوات المستمرة في قداس يوم الجمعة الصبح وقداس يوم الأحد، بالإضافة إلى الأعياد السيدية، بالإضافة إلى الصوم الكبير، إلى أسبوع الألام كامل، الصلوات معدة هناك وبنقيمها بشكل على أوقات الرسمية. الكنيسة إذا بدي أخذ مساحتها كاملة من داخل الهيكل للخارج هي عبارة عن يعني كلها 25 متر أو 20 متر، يعني العرض تبعها بحدود 10 متر أو 11، الارتفاع 7 متر من خلال القبة تبعتها مع القبة الداخلية. يعني بنيت زي ما حكيت يعني إنه هاي الكنيسة الحديثة بنيت لأنه صار في خلينا نحكي هجرة مسيحية من داخل مدينة جرش، فتوقع يعني قاموا في هذا البناء للعدد الموجود، ولكن أنا لو كنت موجود بذلك الوقت لا بخليها كنيسة كبيرة، لأنه لا نحكم على الأيام اللي إحنا بنصيرها الآن، نحكم على الأيام القادمة، لأنه الغائب رح يرجع، لأنه ما زالت أملاك المسيحيين جميعا اللي هاجروا إلى خارج الأردن وداخل الأردن ما زالت أملاكهم قائمة في مدينة جرش، فإذا هذا وظيفة لهم رجوع، ويجب أن تكون الكنيسة أكبر من الحالية. لكن كل مناسبات الكنيسة لأبناء الرعية من بطارسة، من حداد، من عويس، من مشربش، من جبارة بتتم وين ما يكونوا إلا يرجعوا للأصل تبعهم في مدينة جرش. كل
يوم جمعة مدارس الأحد مع اجتماع للشبيبة. السيدات لهم كمان اجتماع يوم أحد. عندي كمان اجتماع عائلات لأبناء الرعية بيتم مرة في الشهر، كل آخر شهر بنجتمع كل يوم خميس الساعة 7 مساء، دراسة الكتاب المقدس والتفسير وبعض النبذات الروحية، وبكون في إلنا مائدة محبة كمان. ثاني يوم الصبح بنعمل قداس إلهي على الساعة يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحا. بالطبع أحب أوضح شغلة مهمة، إنه اللي نشأت مدارس الأحد اللي هم إحنا بحاجة إلها، يجب أن يكون في هناك دعم. إذا ما في دعم صح للأسف ما رح نقدر نستمر. يعني أنا كل النشاطات اللي بقوم فيها داخل الكنيسة هي بجهود شخصية من أجل استمرارية وضعنا واستمرارية الشبيبة واستمرارية مدارس الأحد اللي هم نواة المستقبل للكنيسة في هاي المنطقة. نرفع صلواتنا إلى رب المجد أن يعطيكم دائما البركة والنعمة وأن يوفقكم في عملكم هذا، وأيضا إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وإلى حكومتنا الرشيدة على أن يبقى الأردن بلد الأمن والأمان، وأن نسير جميعا في محبة كما قال لنا الرب يسوع المسيح: أحبوا بعضكم بعضا. فهي المحبة اللي احنا ندور عليها ونعيش فيها ونستمر فيها. دير أرثوذكسي مميز في محافظة تاريخية مملوء بالروحانية والابتهال يجمع أبناءه من حوله. فاحفظ يا رب هذه البيعة من الآن وإلى دهر الدهور. آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق.